وللمزيد من التحليل انضم إلينا سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. فقدنا الاتصال بسعادة السفير رخا أحمد حسن، نعاود الاتصال به مرة أخرى. السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، نحن الآن تابعنا الجزء الأول من مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة مشتركة مع مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات الإغاثة الدولية. سعادة السفير رخا أحمد حسن، هل أنت معنا الآن؟ نعم معك. أهلا سعادة السفير. طبعا تابعنا الجزء الأول من هذا المؤتمر الهام المنعقد في الأردن برئاسة مشتركة مصرية أردنية. أولا يعني أهمية وتوقيت انعقاد هذا المؤتمر وما المنتظر منه؟ المؤتمر في الحقيقة في غاية الأهمية على ضوء المعاناة اللا إنسانية واللي عرفنا بعضا منها سواء في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أو المنسق العام للمساعدات الإنسانية جريفيث أو لازاريني اللي هو مسؤول الأونروا، ده غير الرؤساء العرب، أنا بتكلم على الشهداء من غير الأطراف المعنية ودول اللي عايشين في المأساة. فبالتالي هذا المؤتمر يعني بيأتي في توقيت مهم، من أولا من ناحية المعاناة التي يعانيها الإخوة الفلسطينيون في قطاع غزة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن تصادف أيضا مع انعقاد هذا المؤتمر صدور قرار مجلس الأمن بالأمس والذي يطلب وقف إطلاق النار وقفا فوريا ورفع الحصار وإنفاذ وصول المساعدات آمنة. المؤتمر يعني له هدفين، هدف سياسي وده بيقوم على أساس وقف إطلاق النار، خروج القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان وفقا لقرار مجلس الأمن، تأمين الطرق والمداخل التي تدخل منها المساعدات، فتح جميع المعابر، أيضا بالنسبة لعملية التبادل الأسرى بين الطرفين وعملية إعادة إعمار سريع. أيضا يفتح الأفق، وتحدث كل المتحدثين سواء جلالة الملك عبد الله الثاني أو الرئيس السيسي أو الرئيس الفلسطيني عن فتح الأفق السياسي لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقها في الانضمام عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأن ده هو السبيل لحل المشكلة. الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي هو التعهدات التي ستقدمها الدول والمنظمات الحاضرة وهم أكثر من 70 دولة ومنظمة لتقديم مساعدات بحيث أن يبقى فيها الحد الأدنى 600 شاحنة في اليوم. أيضا بالنسبة لمن ستسلم إليهم هذه المساعدات، وباعتبار أن الأونروا هي أكبر مؤسسة بتعمل في رعاية اللاجئين الفلسطينيين سواء في غزة أو الأردن أو الضفة الغربية أو سوريا أو لبنان على مدى 72 سنة، فلديها الخبرة والمؤسسات والمعرفة الكاملة، ولذلك كان في تركيز سواء في كلمة الرئيس السيسي أو كلمة الأمين العام على ضرورة أن الأونروا يكون لها دور أساسي، وده كله مرتبط بعملية وقف إطلاق النار، والولايات المتحدة الأمريكية لها دور رئيسي في هذا الموضوع. السؤال هنا سعادة السفير، يعني كيف نلزم إسرائيل بكل ما يخرج من هذا المؤتمر من تعهدات ومساعدات وإيصال مساعدات إنسانية، حتى أيضا كيف يمكن إلزام إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن الصادر بالأمس؟ يعني هو حسب ما ذكر الرئيس بايدن عندما أطلق هذه الخطة في 31 مارس الماضي، قال إن الضامنين هيكون الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، ولكن أنا في رأيي إن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريك مع إسرائيل، يعني هي ليست مجرد ضامن إنما هي شريك مع إسرائيل. فهل حضور وزير خارجية أنتوني بلينكن لهذا المؤتمر، مؤتمر المساعدات العاجلة، بيوصل رسالة لإسرائيل إن حان الوقت
ولابد من وقف هذه المأساة الإنسانية. هل هيمارس ضغط على الحكومة الإسرائيلية؟ ورغم أن نتنياهو يرى أن ضرورة استمرار القتال للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين والقضاء على قوة حماس. فهنا المحك على الدور الأمريكي. الدور الأمريكي بيعلق دوره على ضرورة موافقة حماس. حماس متخوفة من الضمانات، لأن نتنياهو بيفسر الخطة على أن هو ملزم بوقف القتال في المرحلة الأولى فقط، وبعد ذلك من حقه أنه يستأنف القتال. هنا دور الضمانات الأمريكية والمصرية والقطرية. سعادة السفير، يعني دعني أسأل حضرتك على تصريحات بلينكين وهو الآن في المنطقة. فبلينكين صرح أنه نتنياهو أكد له التزامه بالمقترح الأمريكي الذي أو القرار الذي تبناه مجلس الأمن. هكذا كان تصريح بلينكين. ولكن في نفس الوقت الصحافة الإسرائيلية عنونت اليوم نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الحرب مستمرة حتى تحقق أهدافها. هل ترى أن يعني تصريح بلينكين يعني كان إحراجا لنتنياهو، أم هناك مناورة إسرائيلية بتصريحات متناقضة من مسؤولين إسرائيليين؟ لا، لو تلاحظي ان بلينكين في المؤتمر الصحفي قبل ان يغادر تل ابيب الى الاردن قال ان المرحله الثانيه لوقف القتال تتم بالمفاوضات، وده متفق مع رؤيه نتنياهو. طب اذا لم تصل المفاوضات الى نتيجه، نتنياهو يرى ان هو يستأنف القتال، وده اللي قالته المندوبه الاسرائيليه بالامس قبل التصويت على قرار مجلس الامن. قالت صراحة وبمنتهى الوضوح، إسرائيل ستستمر في القتال إلى أن تحرر الرهائن وتقضي على حركة حماس عسكريا حتى لا تكون مهددا في المستقبل لإسرائيل. فهنا أدي المفهوم الإسرائيلي، معنى أنه هو موافق بمفهومه وليس بمفهوم اللي احنا بنقوله. أن والمنصوص عليه في الخطة اللي قدمها الرئيس بلينكين وقال عليها أنها خطة إسرائيلية، أن يستمر وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى حتى لو لم تتوصل المفاوضات إلى امتداد وقف القتال. ولكن راح حاطط كلمة أخبارك بشرط أن تستمر المفاوضات. طب إذا إسرائيل أفسدت المفاوضات وافتعلت موقف لا يمكن أن تستمر مع المفاوضات، ماذا سيكون الوضع؟ ستعود إلى القتال. من هنا الضمانات في غاية الأهمية، خاصة أن القرار صادر وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أن هو ما فيش قوة إلزامية إلا أنها قوة طوعية، قوة اختيارية من جانب القوى الكبرى أو الدول ذات التأثير على إسرائيل. النهاردة مع الانقسام اللي موجود جوه إسرائيل هيصبح موقف نتنياهو أكثر عنادا. من هنا يأتي الضغط عليه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزير الدفاع جالانت، اللي هو بيعتبر إلى حد ما متوافق مع كل من بيني جانس وايزنكوت. طب اعود مره اخرى سعاده السفير الى اهداف المؤتمر المنعقد اليوم، وهو استجابه الانسانيه الطارئه. وفي المفهوم القانوني الاستجابه الانسانيه الطارئه هو استجابه يعني توفير المساعدات الانسانيه الملحة والمناسبة للاحتياجات الحالية للفلسطينيين بغض النظر عن وقف إطلاق النار. يعني الفلسطينيون في حاجة إلى مساعدات ملحة حالية. كيف يمكن إدخال المساعدات وتمكين المنظمات الدولية العاملة في إطار يعني الأوضاع كما نراها الآن، وفي إطار استمرار الحرب في قطاع غزة؟ يعني لو لاحظتي في الكلمات الرئيسية اللي ألقيت في مؤتمر اليوم، كان أول بند ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لأن بدون هذا الأمين العام للأمم المتحدة قال لا يوجد مكان آمن في داخل قطاع غزة، لم يعد هناك مكانا آمنا في قطاع غزة. فمن هنا لابد من وقف إطلاق النار، دي أول حاجة. ثاني حاجة، محتاجين عملية إعادة إعمار سريعة زي عملية إسعاف، عملية طوارئ، لأن الخدمات الأساسية المياه والصرف الصحي والكهرباء وأيضا المستشفيات، المستشفيات اللي دمرت والمدارس اللي الأولاد الآن في الشوارع ما فيش مدارس. فكل ده عاوز عملية إعادة إعمار سريعة، يعني كلها عمليات عاجلة، مش بس الغذاء. يعني في
50,000 طفل مهددين بأن هم يبقوا عندهم ضعف مدى الحياة أو بعضهم يموت من سوء التغذية، إلى جانب أن مواطنين كتير بيأكلوا وجبة واحدة في اليوم. فهنا ده الإمدادات الغذائية والماء والدواء والوقود والمعدات الطبية، كل ده كله عاجل، لكن العامل المحدد هو ضرورة أولا وقف إطلاق النار، ثانيا تأمين وصول المساعدات إلى الجهات المرسلة إليها، ثالثا فتح جميع المعابر. وهنا يجي معبر رفح، مصر مشترطة أن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا اللي هو محور صلاح الدين حتى يعود الفلسطينيين يكونوا هم الجانب الآخر اللي يستلم المساعدات مع الأونروا والإشراف سواء من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي. نعم. فهنا في دور الولايات المتحدة الأمريكية، لا يجب أن هو يعني يتحجج بكلام أن هو يقول على حماس أن توافق، ما هو قدم ضمان لحماس وهي توافق. صحيح، ويعني الحقيقة برضو ضمان الولايات المتحدة أصبح ضمانا يعني غير يعني يعني غير ذي ثقة بعد ما حدث في يعني ما شاهدناه في خلال تحرير الرهائن الأربع، وهذا يعني الكمين الذي نصب، فربما يكون الضمان الأمريكي أيضا غير ذي ثقة بالنسبة للجانب الفلسطيني. هو مش هيكون لوحده، لأن هنا عشان كده يعني، وأنا حذرت من الميناء العام ده من اول ما اعلن عنه، قلت ان ده الميناء الخبيث، لان ده اولا كان هيبقى حصان طروادة. نعم، حصان طروادة. نعم، لا ألعن يعني، هو كان كمان هيبقى للهجره من داخل قطاع غزه بعد وقف اطلاق النار، هيقولوا للناس اتفضلوا اللي عاوز يخرج وهنضمن له اقامه في اوروبا او في امريكا. فهو هيكون وسيله للتهجير القسري تحت ظل ان هو والله الناس اللي عاوزه تهاجر. على اي حال الامريكان شركاء، ما هو هنا عشان كده ما فيش ثقة فلسطينية، أو بمعنى صح المقاومة الفلسطينية تحتاج إلى بس الثقة، بشرط أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي يعني نصوصا واضحة. وده سبب امتناع روسيا عن التصويت، لأن المندوب الروسي قال أن هناك مناطق رمادية في الخطة. صحيح. اللي منها أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يتم بالتفاوض في المرحلة الأولى. يعني معناه أنك معلق المرحلة الثانية على التفاوض. هناك في مناطق تستطيع إسرائيل والمناورة من خلالها. طب سعادة السفير، أسألك سؤال يعني قانونا، يعني المؤتمر اليوم خاص بالاستجابة الإنسانية الطارئة، تعهدت دول كثيرة بتقديم مساعدات، أسبانيا تعهدت ب60 مليون يورو، دول يعني تقريبا جميع الدول متعهدة اليوم بتقديم مساعدات، ولكن أين الإلزام للجانب الإسرائيلي بالتعويض عما سببته من خسائر فادحة؟ ألا تلزم إسرائيل بتعويضات أو بالمساهمة في حتى في إعادة الإعمار بنسب حتى؟ هو ده طبعا مرحلة لاحقة، يعني هتيجي في ممكن في أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لكن لا ننتظر من أن الدول الغربية معظمها بالذات فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية كانوا بيقولوا أو ما زالوا يعني مؤمنين بأن إسرائيل كانت بتدافع عن نفسها. هذا ليس دفاعا عن نفسها، دي إبادة. فإذا المحكمة محكمة العدل الدولية حكمت فعلا بإدانة إسرائيل بالإبادة، هنا لابد أنها تدفع التعويضات. لكن دائما الولايات المتحدة الأمريكية الأب الروحي لإسرائيل أنها تلزم الآخرين بأن هم يتبرعوا علشان إعادة الإعمار، لأن إعادة الإعمار حسب بعض التقديرات الأخيرة تكلف حوالي 70 مليار دولار. فبالتالي الولايات المتحدة بعد ما يوقف القتال هتبتدي تعمل مؤتمر وتدعو الآخرين للمساهمة في ما دمرته هي وإسرائيل، لأن هي اللي ادتها القنابل الثقيلة التي كانت تستخدمها في كهوف أفغانستان لضرب مناطق مدنية وهدم البيوت على رؤوس الأطفال والنساء. طب معالي السفير، يعني
نحن لنا دور في حلقة مفرغة أنه تقديم المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية الملحة الآن داخل القطاع مرتبطة بوقف إطلاق النار، وإسرائيل غير ملتزمة وغير يعني حتى الآن يعني غير ملتزمة بقرار مجلس الأمن، لأنه حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن هناك يعني ضرب في قطاع غزة وفي مجازر، هناك يعني هناك شهداء اليوم فلسطينيين في غزة، فيعني حتى هذه اللحظة إسرائيل غير ملتزمة بوقف إطلاق النار، فهي حلقة مفرغة، كيف يمكن الخروج منها؟ هل كلمة السر هنا الولايات المتحدة أم هناك كلمات سر أخرى في هذه المعارضة؟ لا توجد في رأيي كلمة سر غير الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي عسكري ومالي واقتصادي وسياسي. هي التي تحمي إسرائيل. ونفس بلينكن قال إن احنا سارعنا بحماية إسرائيل من هجوم إيراني، يعني هو معترف حتى مش سر. فهنا الولايات المتحدة بعد هذا المؤتمر، هل بلينكن هيعود إلى إسرائيل أم أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة مباشرة، وإن هو يعني يلقي باللوم على حماس أنها لم ترسل ردا رسميا؟ حماس رحبت بقرار مجلس الأمن، ولكن ما هي الضمانات لتنفيذه؟ طيب بالنسبة للمساعدات والدعوة اللي وجهها أمين عام الأمم المتحدة، ما هوش طرف ولا حتى هو لا متعاطف مع ده أو ده، إن هو ضرورة وقف القتال لإمكان إنفاذ وتوصيل المساعدات. فهنا هتبقى المسؤولية على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أنا بطالب حماس المعتدى عليها إن هي اللي توقف القتال، يعني منطق معكوس تماما. يعني يبدو انه يعني لا يزال امامنا وقت يعني طويل من المفاوضات حتى يمكن الخروج يعني بافكار واضحه وقابله للتطبيق. على كل هناك جزء اخر من المؤتمر سوف نتابعه بعد الاستراحه الان. انا بشكرك جزيل الشكر سعاده السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لك.